السلام عليكم، يعطيكم الف عافية. اليوم الفيديو طبعا عبارة عن تكملة للفيديو السابق، المفرزات طبعا لرمضان او غير رمضان، ولكن حتى نكسب الوقت في رمضان ما نضيع وقتنا وجهدنا في المطبخ، نكون جاهز الطبخات وقت ما نحتاج على طول نستخدمها. اليوم رح نعمل الكسة المخشي او المخشي او شيخ المحشي زي ما انتوا بتحبوا تسموه. طبعا سهل كتير، مباشرة هو مفرز على طول على الطبخة. في البداية رح نحفر الكسة، وطبعا طريقتنا أو طريقتي عبارة عن إني أجرح الكسة حتى أضمن شغلتين، إذا كان جزء من الكسة متضرر أشيل الضرر، والشغل الثاني بعض أنواع الكسة بتكون الجلد تبعتها كتير ناشفة حتى أضمن لون موحد عند القليل. والشغل الثاني الضروري ان تكون حبات الكسة حجم صغير، يفضل بتكون اطيب على اللبن، واذا كانت حبات الكسة كبيرة ما في مشكلة، لانه في طريقتي انه نحفر الكسة من الجزء السفلي حتى نضمن انه الجزء السفلي اللي فيه بزر ينشال، وطبعا نحشيه باللحم والبصل، والجزء العلوي اللي بيكون طري وبدون بزر كتير طيب مع اللبن. والأمر الثالث بالنسبة لحفر الكسة، يعني قد ما أنتوا بتحبوا، أنا بحب شوي تكون خميل، لهيك رح أحافظ على حبات الكسة، وزي ما أنتم ملاحظين إن حبات الكسة عندي حجمها صغير تقريبا، كتير طرية وفريش، لهيك بحفر شوي مش كتير، وطبعا لمنتصف الكساية زي ما أنتوا شايفين. رح أخلص الكمية كاملة عندي وبعدين ننتقل لمرحلة القلي. رح ننتقل لتحضير الحشوة. الحشوة عبارة عن لحمة مفرومة، أنا بحب أفرمها فرم يد ناعم، وبصل لحمة مفرومة. رح أضيف الملح والقليل من زيت الزيتون، وعلى النار أغطيهم في البداية وبعدين حتى تخرج كامل مية البصل واللحمة، وأضيف بعدين فلفل أسود وبهار حلو فقط أو سبع بهارات زي ما أنتوا بتحبوا بهاراتكم. ممكن نضيفوا للحشوة صنوبر مقلي، ولكن علشان أنا حابة أفرزهم ما ضفت، رح أضيف بعدين على وجه الرز. المرحلة اللي بعدها نقلي حبات الكسة. بإمكانكم تحشوا الكسة قبل القلي، ولكن ما بفضل حتى ما تتأثر عندي الحشوة تتعبى زيت خلال مرحلة القلي، لهيك راح نحشيها بعد. وإذا كنتوا خايفين إنه الحشوة ممكن تخرج من حبات الكسة، أنا ما بحفر الكسة كتير، هاي وحدة. الشغلة الثانية، الفرمة اليد بتكون أخشى من فرمة الماكينة، لهيك الحشوة ما رح تطلع من حبات الكسة. رح أخلص الكمية، وطبعا اللون زي انتو شايفين اللون على شفار، كل ما كان لونه القلي أغمق ممكن يأثر على لون اللبن يكون مائل للصفرة أكثر، فإذا انتو بتحبوا يضل اللبن لونه أبيض يكون القلي خفيف للكسة ما ياخذ لون كتير. وزي ما انتو شايفين اني جرحت الكسة تقريبا أخذ لون موحد، بكون أسرع في مرحلة القلي. الحشوة بردت عندي وكذلك حبات الكسة، راح أحشيهم. كمان انتبهوا في مرحلة الحشي لما يكون الكسة مقلي بكون أصعب طبعا، ولكن شوي شوي ما راح يتضرر حبات الكسة، راح أجهزهم بكون هيك جاهزين للفريزر، وقت ما نحتاجهم راح نطلعهم مباشرة وهم تلج نكمل الطبخة فيهم. إن شاء الله برمضان راح نعملها، راح تشوفوا كيف الطريقة. اليوم كمان معانا مكملين قسم تجهيزات رمضان او التفريز للاشخاص اللي بتوفر عندهم فترة قصيرة الزهرة وبحبوا يفرزوها، يعني كل شخص وظروفه. الحمد لله هون متوفر عندنا دايما، ولكن حبيت اعطي فكرة للناس اللي بحبوا يفرزوا الزهرة كمان. اليوم راح نعملها بطريقة سهلة وبسيطة. طبعا في البداية راح اقطع الزهرة حسب الحجم اللي انتم مطلوب عندكم. انا عندي هنا يعني حبة زهرة صغيرة، طبعا الزهرة في الشتوي تكون كتير أطيب من الصيف، لهيك ممكن تتوفر بالشتوي في بلادنا وأظنها بتكون أفضل، فممكن تفرزوها لفترات الصيف اللي ما بتوفر فيها الزهرة. راح أقطعها قطع مناسبة للزهرة بالبيض أو النشاط، لأني راح أستخدمها فيما بعد وتكون جاهزة معي بأي وقت بطلعها من الفريزر.
وبستخدمها. فهيك هستخدمها بقطع مثل هيك هيك فيني، وممكن هاي كمان نعملها واحدة صغيرة واحدة كبيرة عادي، هيك أحجام مناسبة. في طنجرة حاطة الزهرة، وأضيف عليها القليل من حبات الكمون للنفخة كمان، هاي كتير كويس حتى نساعد الزهرة ما تطلع ريحتها في الفريزر أو حتى في المخللة. أضيف عليها المي المغلية وضعها على النار تغلي غلوتين فقط، بعدين نكمل. الزهرة بتغلي على النار طبعا، إذا ما حبيت حبات الكمون تكون موجودة على حبات الزهرة ممكن تضعوها داخل كيس خصوصي فلتر زي الشاي، أو مثلا في قطع من الشاش. طبعا درجة استواء الزهرة حسب انتو ايش حابين تعملوا بالزهرة، بعدين للقلي لازم تكون اقل، اذا مثلا البيض مع المشاط بتكون اكتر عادي ما في مشكلة. يعني هيك كفايتها، انا رح اطفي النار. صفيتها مباشرة على المي البارد، يعني اذا عندكم مكعبات ثلج بيكون احسن حتى ما تستمر انه تستوي بزيادة الزهرة. هيك وضعتها في كيس التفريز وهي جاهزة ان نفرزها. بما انه احنا في موضوع التفريز لرمضان، بامكانكم حبتين من الليمون وحبة من البرتقال، تعملوا لتر ونصف اكتر يعني تقريبا حسب درجة الحلاوة اللي بتحبوها في العصير، من حبتين فقط ليمون وبرتقال. بامكانكم بعد ما تنظفوا الجلد، طبعا يفضل تكون عضوية، والحبات حبة البرتقال تقطعوها مكعبات. الطريقة موجودة في قناتي في فيديو عصير الليمون بطريقتين، وتفرزوها زي ما هيك مكعبات مباشرة وهي مكعبات على الخلاط مع المي والسكر. الطريقة موجودة بالتفصيل في الفيديو، رح أرفقه كمان في صندوق الوصف. هاي بتطلعوا من حبتين ليمون وحبة برتقال أكثر من لتر ونصف من العصير لوقت الحاجة في رمضان. ينعاد علينا وعليكم بالخيرات. الفول اللي فرزناه سوا بعد ما جمد تماما زي ما انتم شايفين، هذا الفول اللي فرزناه سوا في الفيديو السابق. نهاية الفيديو، أتمنى يكون نال إعجابكم. القسم الأول عملنا الجزر فرمناه بطريقتين، وعملنا فرزنا الفول، الزعتر خزناه بثلاث طرق، وكمان الملوخية، وهذا الجزء عملنا الكسة وعملنا الزهرة. وكذلك إذا بتحبوا تعملوا عصير البرتقال والليمون فقط برتقال واحدة وليمونتين، تعملوا 2 لتر من العصير بأي وقت في رمضان تطلعوه، تعملوا أزكى عصير فريش. بإمكانكم ترجعوا للوصفة موجودة في قناتي. وإذا في أي سؤال لأي طريقة من الطرق ياريت تكتبوا لي في التعليقات. ما تنسونا من الدعم والاشتراك في القناة. نراكم في وصفة قريبا بإذن الله، لهيك فعلوا الجرس حتى يصلكم إشعار إن الوصفة نزلت. Thank you.